طيب شفنا في برنامج عمل 2024 25 سميت هي الطريق مكناس ورجاء ان تؤجل العمل اليوم الى غدا تصميم يقول يخرج 2023 مي راه 2003 هو ولا العرشات يعني هادو رجاء سريع لماذا يخرجوا في 2023 لانهم طال الانتظار ديالهم الوغ هناك في اطار الدراسات الاستشرافيه اللي كتقوم بها الوكاله ما كرهناش نطرقوا لمشكل مخلفات البناء معضله فخص التفكير في التصوير ديالهم مناطق فين يتلوحوا لانه تيجوهوا الجماليه ديال بعض المناطق في المدينه ولور السيدة المديرة كذلك أن الحصيلة ديال الجهوية القافلة الجهوية اللي قمتيو بها ما كرهناش نشاركونا من الحصيلة باش خاصة في العالم القروي باش السيدة الرؤساء اللي عندهم غادي يكون عندهم واحد رؤية على المواطنين والمشاكل ديالهم في هاد ونتمنى أنه تكون عطت النتائج إذا كذلك عندكم مواكبة تقنية الوكالة الحضرية كتقوم بواحد مكانهاش تعمم طاقم ديال مواكبة تقنية للإيكرون بروجي سميتها لونيفرسيتي محمد السادس سي اش او ديال اليو ار ما نكرروش مشاريع أخرى توكلوها إن شاء الله كما وكبتيو هذا اذا كنوهو بهذا التشجيع التحول الرقمي لان قمتيو بهذا المجسم الجولياتي واسلا بينا وحقا ودرتيو الرباط حنا مسلا حنا مسلا والرباط حنا واحد حنا عاصمه وحده ما يكلوش يتفرقوا علينا اذا نتمناو انه هذا المجسم ان شاء الله الروادي منه كذلك بإخراج المصادقة على تصميم البحيرة إن شاء الله في طور المصادقة إذا هنيئا لكم وبقات جوج نقيطات تصميم تهيئات منطقة الحماية للمدينة العتيقة مشكورين وكذلك البرنامج التأهيل الحضاري لمدينة سلام وكبينو لكن مازال معضلة ديال باع المتجول لكن دار المجهود كامل وما حليناش المشكل تاع المتجولين راه في المدينه العتيقه ما خصناش نشوفوا لي سيركوي توريستيك المدينه برمتها خص تحل هذا كاين مجهود ولكن مازال بعض الزرقاء فيهم هذا الاشكال ديال الباعة المتجولين اذا كنوهو سيد المديره مؤشرات ايجابيه مع عندنا ما نشكرو راه تيشكرو راسهم لا المدة لا تبقى حاجة وحدة ملي كيكون ان دوسي عندو افي فابورال كاين باركور داك لو ديكونت كيتعطل امر السيستيم ورا هذا نتمناو انه صافي افي فابورال خرج ديكونت يعني هذه ملاحظة بعض المستثمرين ملي كيبغيو يخلصو ديكونت لا سيكتور داتا بعدو حقا السيستيم مازال ما داروش ليتود الى اخره هذه اذا كانت تقلصو المدة ديال ديكونت انه يكون رابيد جوست من بعد اذا قرر نختم بالكيشي اوتوماتيك انا براسي ولا ما عارف اذا كان كومينيكيو عليه لانه جد مهم وتعرفنا مدرون سينمون بهذه السهوله ما كانش قبل وبالتالي خص التعميم ديالو انه يكون بليزيور كيشي في جميع الاقاليم وكذلك كومينيكيو عليه باش يعرفوا الاخوه شكرا سيد كاتب على العامة وطر إلى الرؤساء أنا بدوري أود أن أشكر جزيل الشكر السيدة المديرة العامة على ما قامت به وتقوم به تجاه المجال القروي في إخراج وتسريع مجموعة من الملفات لا بد من التنويه في هذا المجال لكن الكل يعرف بأن المجال القروي مبني على الفلاحة ونحن في أمس الحاجة أكثر مما مضى على استثمارات في المجال الفلاحي
في ظل هذا الغلاء اللي موجود لا في اللحوم الحمراء ولا في اللحوم البيضاء ولا في الخضروات. نعم تصميم تي يعني خرجنا من العشوائيه الى امور منظمه الحمد لله. السيده المديره في تواصل دائم، هناك ملفات الحمد لله كذا، لكن نحن لا نحمل المسؤوليه للسيده المديره فقط، ولكن نحن جميعا انا هنا اتقاسم معكم بعض الاشكالات في المجال القروي خصوصا الاستثمارات الفلاحيه. فالكل يعرف ان المجال القروي هو محاصر بالحد الادنى للبناء اللي هو هكتار، هو الحد الادنى للبناء، وفي اطار يعني التوزيع عبر التوارد يعني صعب يعني يوجد يعني مجموعه من الفلاح اللي عندهم هكتار. هناك مجموعه لا يستهان بها اللي عندها يعني اقل من هكتار، ولكن خاصة الحق في البناء والحق في السكن بغيات يعني باش ما نتحولوش الهجرة وواحد المجموعة من الأمور. كذلك هناك استثمارات في المجال الفلاحي كالآبار مثلا اللي لوكال تكنيك كيصعب باش تبنيهم في هذه الأمور هذه، لأن تيصعب تمشي تحط وثيقة ديال التعمير على ثلاثة على ثلاثة يعني ولا على جوج على ثلاثة وكذا، لوكال تكنيك الاستابلا بعض الامور اللي عندها تجهيزات في المجال الفلاحي. يعني حبذا يعني هذه الاشكالات لا نلوم السيدة المديرة، ولكن احنا جميعا بما فيها حتى المحافظة العقارية بعض الاشكالات الخاصة بها. يعني هذه الملفات تشجيعا للمجال الفلاحي تستوجب تضافر الجهود لايجاد حلول سلسه اللي يمكن لها تنظم القطاع الفلاحي. ومره اخرى اشكر السيده المديره واشكر السيد الوالي والسيده عامله بلد سلا على ما قاموا به من اصلاحات في هذا الميدان التعمير. شكرا. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.